ومدام اتكلمنا عن حضرة محمود بنتكلم نسمع بقى حاجة حلوة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حاجة يا سيدي حضرتك كتبتها وانت في مقام المحبة. شكرا يا سيدي والله. ايه هتقول ايه؟ كل الناس تيجي وتروح. يا سلام، انا بحب كل الناس، من احب القصائد اللي اتفضل. كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي ساكن في الروح. كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي ساكن في الروح. مطرح ممشي عطور وفتوح، من نورك يا عيوني تفوح. انت حياتي وكل ما ليا، اصلي عليك فترد علي، فاشوف الجنة بعيني، وياك الحضرة باب مفتوح. لما الهم علي بيكتر واحس ان العزم مكسر، أذكر حبك قلبي ينور، حبك ياما دوا لجروح. أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك واشكي لك حالي. أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك واشكي لك حالي. أبص لقيك بالبسمة أبالي، أبص لقيك بالبسمة أبالي. ما هي بسمة بترد الروح، تسمح لي يا حبيبي بخدمة، ورجائي ملموس بالدمع. اتفضل على قلبي بضمة، وانا كلي هيدوب ويروح. تسمح لي واكون خدامك، وامرغ قلبي بمقامك، وبنظرة أدخل في أمانك، ولعمري بالسر أبوح. كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي ساكن في الروح. الله الله، تخلي القصائد بتاعت حاجه دانيه خالص يا شيخ محمود. يا سيدي والله ربنا ينورك ويبارك لك ويجعل حبك لحضره النبي صلى الله عليه وسلم نور في طريقك دوما ان شاء الله.